عامر طبخ الزهراء على عيني وعلى راسي، بس انت من تريد تطبخ حضر قوزانك وحضر غازك، مو من تبلش تطبخ ظل الطلب من الناس وانت ما عنده غاز وما عنده قوزان. ترى ما يصير هيك، روح منا ما اعطي. اقول لك اخوي ليش ما تطيق النينه غاز اذا مو الخاطر الخاطر فاطمه الزهراء؟ حبيبي اذا راح نطيق النينه راح يتعلم هو وامثاله يبقون يطلبون. حبيبي فلاح انت مشكور، وانت اخويا ياسر حتى لو عدى قنينه هم نفسك راح تظل وراها، وان شاء الله فاطمه الزهراء ما تنسى خدامها. اخويا يا عمري سوي طبخ لفاطمه الزهراء وخلاص الغاز مالتنا، بس اريد من يوم القنينه نكمل بها الطبخ ونرجعها. صديق كذب اخويا، بيتي وحلالي كله نطيف دول الزهراء، تظن الدقيقه هسه اجيب لك قنينه واجي. حظك الزهراء يا اخويا. ها اخويا هاي القنينه. ان شاء الله فاطمه الزهراء ما تنساك يوم المحشر. ويا فعلا جماعتي فشلوني، بس واحد ما عرفه وعنده بس هاي القنينه والطانياها وقال لي تستاهل فاطمه الزهراء واحد يخدمها. وليدي ما يخدم فاطمه الزهراء خسران بالدنيا والاخره. شكل الغنينه ابني.